نتعاركوا ما نتفاهموش نتفاهموا نقعدوا متعاركين نرجعوا سبع سنين زدتوا على عايز جدد برا البارح احنا ولا برا اليوم فما عشرة ما غير حب وفما حب ما غير عشرة ما يجيوش يقولوا بعد العرس تولي عشرة ما عادش حب سوا لا غلط يا عش مش الزوز يعني هي احدى منهم يقولوا تولي عشرة ستينيس جونغ عبد ولا تابعك وانت تابعه وكذا مش كومبليمونتير يعني فماش عشرة فما عشرة ما غير حب وفما حب ما غير عشرة ما يجيوش فما اللي تعرفوا تقليدين ومع الوقت تولي عشرة اي صح شنو المشكل اخي بابا وامي اخي مام تقليدين بوك وامك تقليدين فهمت دونك شنو المشكل يعني تقليدين شنو المشكل بعض بالعشرة ولا يحبوا بعضها اوبسيون يعني وليت فهمت وانت عشرة ولا حب زوز انا زوز الحب وجب على عشرة يعني بعد سبع سنين وبعد عشرة سمحني فما شكون يحبوا بعضهم وطلقوا ولا ما متفهموش كل واحد خمش عشرة خات ما تعشروش دونك تبدا انت عندك لي دو شنو مش كيفاش تتعامل اليوم مع نكذب تاع زوجتك عادي كيما تونس الكل هي هذيك الشارم جيني غلمو على شنو تنكد كل شيء ما شني كل شيء الورماش كل شيء هذيك الشارم هي راه الغيره سامحني شنو الفرق بين واحد سوا ديزون عازب ولا سيليباتير ولا اون كوبل زي ما دام تعرس يعني اون كوبل سوا ديزون كل واحد على روح ما يعيشوش مع بعض وبين الزوج يعيشوا مع بعض ماذا هو الفرق في هذا في الحاجات هذوما اللي عملوا الشارم راه مش ندو ديما متفاهمين يعني وديما سافا واحد لازم شويه كيفاش تعمل العشره كيفاش تصير العشره نتعاركوا ما نتفاهموش نتفاهموا نقعدوا متعاركين نرجعوا هو جينيرالمون تلقى راجل يتشرط هاي الماكله مالحه هاي الدار مش ملمومه هذيك من بعد برشا نتصور مش يعني مش احنا مازلنا ما توا ما شاء الله سبع سنين مازلنا سبع سنين سبع سنين زدتوا على عايز جدد برا البارح احنا ولا برا اليوم هاي باش نعملك اختبار وقتاش دات العرس سبتمبر 27 سبتمبر 2014 27 سبتمبر 2014 اي صحيح ولا غلط نهار اللي خطبها انت تعمل في مشاكل تو نهار اللي خطبها لو 13 لو 13 خاطر عيد ميلادها 13 ابريل قبلها بعامين يعني قبل يعني لو 2012 يعني صحيح ولا غلط باهي نعمل لك اختبار انت وقتاش عيد ميلادك 20 فيفري شو اكثر حاجه تغش التخرنين اللي كنا نحكيوا عليه كيفاش انت شنو تعمل هو على كبس كنكبس في الحاجه قولي سافا مريقل هكا وانا نعاود برشا مرات وانت جيني غلمو على شنو تنكد على الحاجه تكسيره هز البوبيل نقعد نعاود برشا مرات يقول لك الراجل يا ربي العمل عليك انا استفتحت هكا باش نخرج الصباح وهي ترمي في وجه البوبيل انا نجي داخل في الباب وهي ترمي في وجه البوبيل ماشي حتى ما يقول انا ما نجمش ولا ليه عادي يعني تصير تخرنينا فهمت وبريمير ميتون هذاك وكي ترجع فما دوزيام ميتون ليلي تمشي تعملها الحكايه شفت الشارم وين وكان جيت انا قالت لي برا مشيت ولا نعمل سبع شارم اي انا كقولها تعمل هكاك شنيا يعني اسو بوان ابدا انا سومي ولا هي سوميز لازم هي تناقش وانا نناقش ونتعارك وكي كذا مش تعدى فهمت فهمت الكونسيبت هو جيني غالمون عشان ينكت انا باش نحكي هو لا مش برشا ولا حقيقه شخصيته كيفاش برشا هو ماهوش وانت كيف مسالم علاش تنكدي له مانيش نكد له انا ليه متفاهمين ما جوست حاجات ديتاي هكا في الدار هكا صلح هكا الحاجه ريقل فرش ولدك صلح له البيرو نتاعو كا بريكولور في الدار كا عرفت مجدي في الفياج دو نوس وين مشيت؟ ما مشيناش وين حاولت؟ ما مشيناش جات ظروف بريود العرس عرفت اما من بعد بولدي مشينا وين حوست؟ مشينا بالكهرباء نمشيو في تونس يعني ما خرجناش من تونس من بعد الحمد لله خرجنا كيفاش تتعاملوا الزوز مع غيرة بعضكم؟ اكيد هو يغار عليك وانت تغار عليه صحيت ما نظهروش لبعضنا جمل ما تقولوش راني غايره ماك الطفله الفلانيه وطلع له عصاب عرفت نحشتك اخص ساقيك تغزل عليه عرفت نعمل له فازات اخرى مسكين قلت له خير معناها راني ليه نكد هيلو نكد له حياته بفاصون ايش اللي هو يشلق واحد
مش برشا مش برشا. انت كيفاش تعمم غيرتها؟ يعني قلت لك من ما نسلقوش برشا فهمت او ك فما ميثود اخرى فهمت كيما شنو اعطينا سر المهنة. سر المهنة ما جوش يقولوا قدام عاد في المهنة كيف تعطيك السماع شو اللي سر خلي بيناتها لا فما حاجات اخي راهو التوانسه راهو شنين والله يخرجوا فينا وليش واحد يدافع على التوانسه ويقولوا احنا تونسه مغياريين واحنا نغيره واحنا دراجه شبيه وين العيب في انه التونسي مغيار وحزع ما فهمتنيش هما يفهموا في العكس توا تي توا خرجونا لما تسمع نقول لك حاجه فهمتي خرجونا فهمت لا نغيره واحنا وكيفاش يقولوا فيها عنا 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 اللي تخديشهم تيان وعنا وعنا اللي التونسي بنيف ولا وكيف نقول فهمت تنصحوا كبلويت التونسي بشي عرس وميلة ولا توا نبدأ توا كان ينجم على كان ينجم عليش ليه كان ينجم ياك تعرف ظروف خايبة طبعا.